قويا وكان الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة، خاصة بعد مرور منتصف الشوط الأول. بفهد يعني أرحب فيك مجددا، هل توقعت أن منتخبنا يفوز يعني الكويتي على شقيقة الإماراتي يعني جولين بلاده؟ وبصراحة اللعب كان من حقه. اولا امسي عليك اخوي ابو حسن، وامسي على اخواننا وزملائنا الخلف طبعا طاغم العمل، وامسي على اخواننا المشاهدين، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه الظل والكل يستفيد منها ان شاء الله. اولا نبارك لمنتخب الكويت، نبارك للجهاز الفني والاداري، نبارك للاعبين النجوم اللي فعلا عادوا الى اسم منتخب الكويت. حلو. بقوته، بلعبه، بالأمانة اللاعبين قدموا مستوى رائع، طبقوا المطلوب منهم بحذافيره. نعم. سيطروا على أغلب مجريات المباراة وهم كانوا مسيطرين. يعني المباراة كانت حق الكويت؟ حق الكويت. ناهيك عن منتخب الإمارات اللي ما قاعد تجامل ما أجامل. ناهيك عن منتخب الإمارات اللي خاض آخر مباراة تجريبية قبل كأس آسيا. أها. فاليوم منتخب يعني الإمارات كان مفروض أنه توب منتخب توب الإمارات. ايه. ولعب نجومه كاملين منتخب الإمارات. طبعا كان مدرب منتخب الإمارات التشكيلة لعب فيها الأساسية اللي راح يلعب فيها. نعم في آسيا. فأمام منتخب الكويت الذي بالأمانة يعني قدم مستوى رائع جدا. بفايد هذه تعود إن كان المدرب والمساعد صراحة أمانة. هل نعم. كان المنتخب الإماراتي مو بيومه ولا ربعنا كانوا لا ربعنا كانوا ريايل بالملعب، خاصة ربعنا واللاعبين بالأمانة أدوا مباراة، لعبوا بروح. ناهيك عن عودة لمستواهم هم اثنين اللي هم اللاعبين ولهم ثقلهم في أنديتهم والمنتخب. نعم. اللي هو الكابتن بدر المطوع والكابتن سليمان عبد الغفور، بالامانه كانوا نجوم، احد النجوم يعني الكل كان وده يشوف هذه المباراه بصراحه بالامانه. إيه لكن نعم مع الاسف لم نستطع يعني لاسباب خارجيه. لا ننسى ان اليوم منتخب الكويت ترى يعني امامه كذا مشاركه، يعني اتوقع ان شهر ثلاثة عنده مبارتين وديات راح تكون. نعم. طبعا في غرب اسيا راح يلعبونه، في طبعا ينطر لحد الان المدرب وهو هذه التشكيله اللي راح انا جايك على هال. نعم. ابي المدرب يوزاك تعتقد انه خلاص يعني استقر، بدا يستقر على تشكيله تخدم خططه داخل ارضيه الملعب؟ بالامانه سيد يوزاك او ان مساعده المدرب، انا دائما بصراحه احب المدرب هذا اللي هو المدرب الوطني ثامر العناد بدون مجامله. اي والنعم يشهد الله. انا دائما اكثر من مره عيد وعذبي نعم مجتهد. نعم خلنا صداقه الاخوه، كل المدربين الوطنيين اخواننا. نعم. ولكن اليوم نشوف ان ثامر العناد بالامانه مع اي مدرب اجنبي شوف واغلب مدربين ثامر ما شاء الله عليه يستفيد من هذه الخبره ويطور. نعم. ويطور. نعم. اليوم احنا قاعد نشوف ان هم قاعد يصبون يعني اللاعبين الثقه ويلبسون لاعبين الثقة وكثر ما يقدرون أن يعودونهم إلى المعنوية، إلى أن يقولون طيب والله اليوم أنتم طيب اللي راح منتخب الكويت راح تسيد. أنت قلت أن بدر مطوع عادي لمستوى. نعم. منو اللاعب الثاني؟ هو سليمان عبد الغفور. سليمان عبد الغفور. نعم. طيب أمانة اليوم طبعا سليمان مثل ما تفضلت غني عن التعريف وبدر مطوع أغني عن التعريف، لكن أنت التشكيلة بصراحة هل هي التشكيلة يعني مثلا هناك من يقول حسين المسوي لعب أم لم يلعب؟ وماذا عن حسين المسوي؟ هل حسين المسوي عندك مجموعة من اللاعبين غير حسين المسوي؟ ناهيك عن الثلاثة اللي صعدوهم. إيه. وهذه ترى إيه. أبي هذيل الثلاثة. الثلاثة اللي ما هي قصة هذيل اللاعبين؟ قصتهم اللي هم مشعل خالد مشعل خالد وعبد العزيز وادي وفواز عايض. وفواز عايض طبعا هذول يلعبون بين اي طبعا السالمية النصر. نعم. ايه؟ واظن ايضا بعد السالمية. فاليوم انت تتعب على لاعبين المنتخب الاولمبي. احنا الحلقه الماضيه تكلمنا عن الشيء هذا صح. وقلنا ما هو الرافد الرئيسي هو الرافد وقلنا ما صدقني عينهم صح ما راح تغيب عنهم ان كان يوزاك او كان مدرب ثامر عناد. ثامر عناد راح يعطون الثقه حق اللاعبين الصغار. زين للعلم ترى الثلاثه ذيل متواجدين
موجودين موجودين مع المنتخب الاول وفي ما راح انا اقول لك اني اكشف الاسماء لان الله اعلم هل انه يكونون اثنين ثلاثه قادمين مع المنتخب الاولمبي مع المنتخب الاول هذا يعود الى المدربين طبعا ان كان المدرب او مساعده طبعا الجهاز الفني اليوم احنا مستانسين اليوم فرحان الشارع الرياضي فوز منتخب الكويت عوده هيبه منتخب الكويت في الملاعب الخليجيه يعني ما يخالف بس احنا ايضا وي دونت على قولتهم جيت اور هوبس هاي يعني مثل ما يقولون الانجليز ان لا وايد هم نكبر احنا لازم نكون منطقيين وواقعيين ابو فهد يعني اوكي هذه مباراه تجريبيه حلو خطوه في الطريق الصحيح لكن نامل ان يتم الحفاظ على هذا المستوى وتطويره واعلى ايضا وهذا اللي احنا نتمنى ان الرساله توصل الى المسؤولين في الاتحاد اتمنى باذن الله الحفاظ على الجهاز الفني والإداري بالأمانة إن كان من عند المدرب المساعدين إن كان الجهاز الإداري من أخونا كابتن المعروف فهد عوض المجموعة المتواجدة مع أخونا فهد عوض أتمنى الحفاظ عطوهم حافظوا عليهم عموما فترة عطوهم فترة مكان السنة سنتين خلوهم يشتغلون وبعدين هناك الحساب خلاص نذهب عموما الى 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 الصحيفه الثانيه وهي الانباء ونقرا من خلالها الكويت يتصدر الاولى والجهراء يقلب الطاوله على السالميه تصدر الكويت فرق المجموعه الاولى لبطوله كاس الاتحاد بعد ان حقق فوزه الثاني على حساب الساحل بنتيجه 2-1 ليرفع رصيده الى 6 نقاط وبقي الخاسر على نقطه واحده وفي لقاء اخر تمكن الجهراء من قلب الطاوله على السالميه بالتغلب عليه 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد الصداقة والسلام في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية يعني أبو فهد إحنا الكويت وجد صعوبة بالأمس بتخطى الساحل بهدفين لهدف في كأس الاتحاد بصراحة يعني ما أدري الكويت يجد صعوبة أم أن كأس الاتحاد بالعين ما هي شيء لا مو بالعين ما هي شيء ولا نقلل من شأن الساحل ولاعبينه طبعا هذه كرة قدم كابتن أبو حسن أنت لاعب سابق نعم ودائما المستطيل الأخضر ما في كبير وصغير في مفاجآت في مفاجآت نعم واليوم يكون مو يومك نادي الكويت لعب بالصف الثاني ولكن أيضا نادي الكويت حتى لو لعب بالصف الثاني هذا مو مبرر نعم يوم أن عندك الصف الثاني نعم أنت تقول أنا الصف الثاني مشابه للصف الأول صح ونادي الكويت تبين الحين نعم نادي الكويت بالأمانة أم شفت المباراة ما كان مقدم المستوى المطلوب منه صحيح ما اتوقع انه كان يومه نيه حق المفاجاه الثانيه ابو فهد نادي الساحل ايه؟ لو لاعب على الرتم اللي بعد تسجيل نادي الكويت الهدف الاول نفسه بالضبط الله اعلم كانت مفاجاه هناك طيب في مفاجاه ثانيه ايضا ان السالميه الجهراء قلب الطاوله على السالميه فاز 4-1 يعني وفوز ايضا يرموك على العربي يعني قاعد نشوف نتائج مذهله وليش ما نقول عوده نادي الجهراء اها ليش نقول حلو برافو عوده نادي الجهراء نادي الجهراء في السنوات الماضيه صحيح. هناك من ينظر انه مفاجاه لكن ما يقول انه والله لا مستوى الجهراء يمكن عاد ما في تقول لي مفاجاه نادي الجهراء نادي الجهراء اليوم من اقوى الفرق الموجوده بالانديه الموسم السابق كان المواسم السابقه ما نزل من الرابع ما نزل صحيح الجهراء الرابع ينافس بين الرابع والخامس نعم الثالث نعم نعم موسمين كان ينافس على الاول نعم نعم يعني انا بعد ما لهم جهراوي نعم اكيد لازم لازم دافع يا ابو فهد يا ابو حسن يقول احنا كلنا خير طبعا ونعم جميع الانديه اكيد اكيد ولكن عاد مثل ما يقولون ما في خير لهله ما في خير لنفسه فالجهره هي الجهره راحت ولا جت والنعم لا بالعكس والله بالعكس احنا ترى على فكره ابو فهد نستانس لما نشوف الفرق اللي دائما ضدها التوقعات نشوفها متساويه احنا استانسنا ان الجهراء الموسم طاح طيحه قويه دروب قوي جدا الكل زعل نعم على نادي الجهراء نعم لاعب عنده خامات نظيفه وطيبه على رجل المحافظه كلها نعم فيها ما شاء الله مواهب ولاده فوق 500 نسمه في بالمحافظه نعم فالمفترض مو نادي واحد ناديين ثلاثه الله يحفظهم ان شاء الله اللهم امين ونادي اليرموك عفوا معلش تفضل بس بعجاله ابو فهد نعم بعجاله العربي دخل في البطوله هذه مثل ما اعلن الاخ نائب مدير اللعبه الاخ خالد عبد النبي الصراف ان العربي مشارك في الصف مو الصف الثاني عفوا فريق 20 نعم فالعربي مشارك في فريق تحت 20 نعم
هم حلو، هم حلو ان تقوي، هذه خطوه ترى تحسب لهم، تحسب لهم صحيح. وايضا نادي اليرموك فوزهم شيء طيب ومعنوي حق لاعبينه طبعا، طبعا. فبالعكس البطوله هذه تثري الانديه ايضا، تثري الأندية خصوصا اللي قاعدين على مقاعد الاحتياط واللي يبي يلعب فريق الاول وما كانت عنده فرصه، هذه فرصه لهم. ابو حسن اليوم يوم تعطي انت اللاعب مثل ما تفضلت لاعب البنش لاعب المدرج تعطيه فرصه، ما تدري يمكن اللاعب هذا من مباراه مبارتين خلاص يصير اساس صحيح، يمكن يطلع نجم ياخذ ثقه ايضا. نعم صحيح. عموما نذهب الى صحيفتنا وهي السياسه حيث جاء فيها: السالميه والكويت رابع وخامس عربيه اليد، احتل الفريق الاول لكره اليد بنادي السالميه المركز الرابع في بطوله الامير فيصل بن فهد للانديه ابطال الدوري بعد خسارته امس من العربي القطري بنتيجه 37-31، فيما احتل العميد المركز الخامس بفوزه أول من أمس على الخليج السعودي بنتيجة 36-25 بمباراة تحديد المركزين الخامس والسادس. يانا حق نادي الكويت، شوف أنت قلت راح ياخذ مركز، ما أخذ مركز متقدم يعني الرابع مع الأسف. ها انظلم تحكي، عطني أنت شنو قراءتك هذه البطولة، قراءتي البطولة وبعدين هل كان بمقدور السالمية أنه يخطف المركز الثالث في الأمس؟ أنا اللي أقول أن نادي الكويت استعجل، أو أنه بالأصح ما وفق في المحترفين، وهذا طبعا احنا عشان لا اقول بالبدايه تحكيم، لا انا اقول ما توفق في المحترفين في اختيار المحترفين. ثانيا انت يعني قاعد تنقز على التحكيم، تحكيمي والله ما كان زين بالامانه، ما كان زين. انزين انظلمنا. طيب وين مشكله نادي الكويت؟ في اي مباراه كانت اللي كانت في فرصه امامه؟ شوف استهزأوا في المباراه اللي قبل الدور الثمانيه. انزين من المفترض إيه؟ ان الكويت عفوا دور المجموعات دور فايز على الفريق اللي اضعف من الفريق اللي اعتقد اللي قابل الكويت. اتوقع ان الكويت كان حاليا هو المنافس نفس ما قلنا احنا ان الاول او الثاني، ولكن خلاص مين مكتوبه، هذه واحده. ثانيا نادي الكويت، انا اقول ان نادي الكويت امامكم بطوله اسيويه، اتمنى تنسون البطولة هذه وتقدمون وبإذن الله اسم حلو في بطولة آسيوية قادمة، في بطولة آسيوية قادمة بإذن الله شهر 3 احتمال كبير بإذن الله أن يستضيفه نادي الكويت. أكيد نتمنى لهم التوفيق أكيد، وإن شاء الله أن الكويت راح يعوض في البطولة إن هذه إن شاء الله. وإحنا بالأمانة بكل ثقة زين في لاعبين وخاصة الجهاز والفني والإداري ومجلس إدارة نادي الكويت، بالأمانة أنا أتوقع أنها راح تكون لهم بصمة. بفايد عشان الوقت بس يدركنا بعجالة، أمس السالمية لعب ضد العربي القطري، هل العربي القطري كان وايد أفضل أم أن السالمية لم يكن موفق؟ لا للفرق القطرية لأن قوية وأنت عارف بس والكل عارف الرياضيين. هذا 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 أنا بغيت أسمع منك بصراحة. نعم أي. لا قوتنا أن الفرق ماكو القطرية ماكو مقارنة، ماكو مقارنة محترفين نعم والتجنيس والتجنيس لأن هم مسموع عندهم اللاعب أن يجنسونه، وهذا اكيد انه عموما بفايد. نروح حق الجريده حيث جاء فيها: الابيض توج رسميا بكاس الطائره التصنيفيه، توج الفريق الاول للكره الطائره بنادي الكويت رسميا بلقب بطوله الاتحاد التصنيفيه للعبه، محققا العلامه الكامله برصيد 22 نقطة في المركز الأول وبدون هزيمة بعد تغلبه في المباراة الأخيرة على اليرموك بثلاثة أشواط نظيفة، وجاء كاظمة ثانيا بعشرين نقطة، احتل القادسية المركز الثالث بتسعة عشر نقطة. بوفايد يعني شفنا فريق كرة الطائرة بنادي الكويت هو المهيمن أيضا على الساحة المحلية، ما شاء الله اليد والهذا بس باجي القدم الحين تبين بعد كأس العهد، يعني ما نبي نقول غل عضو بالفلق ما شاء الله يا أخي هذا اجتهاد يعني ما شاء الله صراحة، يعني أبو فهد أنا المفروض نادي الكويت يعطونك جائزة فخرية صراحة أبو فهد يا أخي عموما اشتغلون صح احنا تكلمنا والله أنا 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 أغبطهم على هال والله يشتغلون والله برافو عليهم صراحة. السيد خالد الغانم مسي عليه بالخير ونقول له الله يعطيك العافية، وأنا بأعضاء مجلس الإدارة وأيضا باقي الأعضاء، وبعدين دخول صراحة السيدة بلسم الرياضيه بلسم الايوب ايضا هذا ايضا يثنى تحسب لي صراحه اداره نادي الكويت دخلوا عنصر النساء بصراحه. ابي توقعات مشاركه فريق نادي الكويت في يعني كره الطائر في البطوله العربيه اللي راح تقام في كل عجاله، هم بعد
بتعبر لهم هالمره ولا لا؟ لا لا باذن الله. اول شيء نبارك الى طبعا مجلس اداره نادي الكويت، نعم، مباركه خاصه الى مدير اللعبه وهو عضو مجلس الاداره، نعم، طبعا السيد محمد نزار النصف، ونقول اللاعبين واللجهاز الفني والاداري جود لك ومبروكين بطوله وثانيه وثالثه ورابعه، وباذن الله بالتوفيق. طبعا الكويت الموسم الماضي ما شاء الله هيمن فعلا على الطائره، الكويت اتوقع الموسم هذا يستمر. اقول شدوا حيلكم، البطوله العربيه اهم عليكم، وهو طبعا اختيار حاليا اللاعبين المحترفين اللي هم راح يكونون يعني مع اللاعبين وسند حق اللاعبين المحليين بخبرتهم قوتهم. طبعا في خبر ان حاليا الكويت، وهذا خبر حصري نقدر نقول حصري، وانا بالامانه عشان اكون صريح سبورت، نعم نعم، وهو عشان الحين الناس تقدر تول الجرايد نزل عندي بالقبس، وحاليا برنامجنا كبدايه الا وهو ان الكويت طلب لاعب نادي كاظمه بفتين يكون يضم معاهم في البطوله العربيه. نعم، بفتين لاعب نادي كاظمه طبعا، أكيد طبعا قنع عن التعريف مرموق طبعا، نعم، وهذا مكسب لنادي الكويت. اتمنى واتوقع ان اخواننا في كاظمه لا مانع لديهم الشيء هذا، والتوفيق لنادي الكويت. وراح اقول لك من الان باذن الله راح تكون له بصمه نادي الكويت في البطوله العربيه. مفيد احمد الشمري الاعلامي الرياضي في جريده القبس، اشكرك جدا على هذه المعلومه صراحه الحصريه، والله يعطيك العافيه، وبصراحه كنت اضافه جيده، وسامحنا ترى شويه قاعد نتحرش فيك، لكن انت صدرك وسيع ونمون حبيبي عليك حبيبي ابو حسن، الله يسلمك. وانا اللي تشرفت بالامانه، يعني كل فخر يا الله يخليك يا ابو فهد. عموما مشاهدينا الكرام، بعد الانتهاء من جولتنا المحليه نذهب الى فاصل، بعد ذلك الصحف العربيه. هلا الرياض، فارس الدهناء يبقي العميد في دائرة الخطر. أما الحدث العرب القرن الرياضي الأدعم يختتم تحضيراته لمواجهة إيران الودية. أما الأيام الأحمر يكسب كوريا الشمالية برباعية في الودية الدولية. اهلا بكم من جديد. اولى صحفنا العربيه ستكون رياضه السعوديه، وقد جاء فيها فارس الدهناء يبقي العميد في دائره الخطر. اخذ الاتفاق نصيبه من الاتحاد في دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، وخطف من امامه 3 نقاط مستحقه بعد فوزه 1-0 مساء امس السبت على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجوله 15، وتفوق فارس الدهناء على ضيفه بالاداء والنتيجه. أما صحيفتنا الثانية هي العرب القطرية، والتي عنونت الأدعم يختتم تحضيراته لمواجهة إيران الودية. يختتم الأدعم تحضيراته اليوم استعدادا لمباراته الودية أمام نظيره الإيراني بعد غد، والتي ينهي بها برنامجه الإعدادي لكأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبلين، ويلعب فيها المنتخب القطري بالمجموعة 5 التي تضم بجانبه منتخبات لبنان وكوريا الشمالية والسعودية. وأما ثالث صحفنا العربية ستكون الأيام البحرينية، وقد جاء فيها الأحمر يكسب كوريا الشمالية برباعية في الودية الدولية. حقق منتخب مملكة البحرين الوطني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره منتخب كوريا الشمالية بنتيجة 4-0 في المباراة الودية الدولية التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على استاد مدينة خليفة الرياضية. وجاءت المباراة الودية والدولية ضمن إطار إعداد المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا 2019. مشاهدينا الكرام، صحفنا المحلية انتهت والعربية لهذا اليوم، ونواصل بعد هذا الفاصل مع عناوين الصحف العالمية. وبدءا مع الديلي ستار، الريدز لا يعرف الهزيمة في الأنفيلد.
ومرورا بالتايمز، البرازيلي فيرمينيو يدخل تاريخ البريمير ليج. ذهابا الى التوتو سبورت، اليوفي اول من يفعلها في الكالتشيو. تنطلق جولتنا العالمية من صحيفة ديلي ستار. الريدز لا يعرف الهزيمة في الأنفيلد، اكتسح فريق ليفربول نظيره أرسنال 5-1 باللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكر موقع سكواكا أن الريدز لم يخسر في البريمير ليج على ملعب الأنفيلد منذ أبريل 2017، معادلا رقمه القياسي في 31 مباراة بدون هزيمة. كما ألحق رقم سلبي تاريخي بأرسنال. ووفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات، فإن الجانرز استقبل 30 هدفا في 20 مباراة هذا الموسم بالدوري لأول مرة بتاريخه. وأبرزت صحيفة التايمز هذا الخبر، البرازيلي فيرمينيو يدخل تاريخ البريمير ليج بعد الانتصار الكبير الذي حققه ليفربول على أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. ذكر موقع أوبتا للإحصائيات أن نجم ليفربول فيرمينيو وصل للهدف رقم 43 في البريمير ليج، ليصبح أكثر لاعب برازيلي تسجيلا للأهداف بالبطولة، متفوقا بذلك على مواطني كوتينيو لاعب الريدز السابق وبرشلونة الحالي. وذكر الموقع أيضا أن فيرمينيو أحرز الهاتريك السادس خلال مباريات ليفربول وأرسنال في الدوري الممتاز. وأخيرا أشادت توتو سبورت برجال أليغري، اليوفي أول من يفعلها في الكالتشيو. أنهى يوفنتوس مرحلة الذهاب بالدوري الإيطالي بالفوز على نظيره سامدوريا بهدفين مقابل هدف في الجولة 19 من البطولة. وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن اليوفي أصبح أول فريق في تاريخ الكالتشيو يحصد 53 نقطة بالدوري الأول بمشاركة 20 فريقا. وذكرت صحيفة توتو سبورت أن كريستيانو رونالدو سجل 14 هدفا حتى الآن بالدوري ليتخطى مواطنه روي باروس لاعب يوفنتوس السابق كأكثر برتغالي تسجيلا للأهداف بموسم واحد. مشاهدي الكرام، واضح أن يعني وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن طبعا للتعليق على بعض الأخبار، يعني شفنا في الأمس ليفربول كان هناك تنافس بين ليفربول بين يورغن كلوب وبيب غوارديولا في مانشستر سيتي أيضا، لكن نشوف مانشستر نوعا ما صار عنده دروب، وشفنا ليفربول كيف انقض على هذه الفرصة وعمل فارق الآن 10 نقاط. يعني الفرق بينه وبين السيتي اللي هو كان المنافس الخطر 10 نقاط، والفرق بينه وبين توتنهام اللي أيضا مع الأسف أهدر الفرصة. وهذا توتنهام حظه يعني سبحان الله، ما أدري، لاعبين من أفضل لاعبين في الدوري الإنجليزي، وأيضا لاعبين يعني هناك مقالة تقال على بوكيتينيو أن هو من يعني له الفضل في بروز منتخب الأرجنتين بسبب أن لاعبين في توتنهام هم أكثر من يمثل المنتخب الإنجليزي. لذلك شفنا تقديم وأداء المنتخب الإنجليزي في كأس العالم. فتوتنهام أضاع أيضا الفرصة بخسارته أمس من واتفورد، فلذلك نرى يعني أن ليفربول يحلق الآن فرق 10 نقاط بين سيتي و9 نقاط بين واتفورد. لذلك نشوف ليفربول نوعا ما كأن كلوب ولاعبين ليفربول متعطشين لإنجاز. واحدة من لقاءات كلوب يقول فيها أن أنا سئمت، يعني خلينا نقول بالكويتي أنا مليت وزهقت من كثر ما أطلع كله نهائي وأطلع الثاني، ما أفوز، أبي أفوز. فيبي البريمير ليج بأي طريقة، وهذا الشغف أو كما يسمى اللست والكريفنج والنهم لهذا الفوز تراه في أعين لاعبي ليفربول. عموما يعني شفنا محمد صلاح، مانيو، فيرمينيو، واضح أن هناك تحديد يعني وقرار أن نعم سنفوز، يعني بشيمة ولا بجيمة مثل ما يقولون بالكويتي. عموما يعني حبيت أضيف هذه الإضافة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة أخرى. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وفيما بين السطور، وفي أمان الله.